السلام عليكم. اليوم غادي نتقاسم معكم لباس غرفة النوم اللي كيتكون من قطعتين بنوار كولشال مع توب نوم قصير. اليوم مع الجزء الأول، إذا أول حاجة كناخدو حمالة الصدر، يستحسن تكون جديدة، وكنشوفو درجة المرونة ديالها. هاد العبار 86 هو من عاش غادي نطلقو باش نفصلو الأسفل ديال هاد اللباس. إذا أول حاجة غادي نديرو العدد اللي لقينا 86 كنقسمو على بي اللي هي 3.14، باش كنحسب باش كنرسمو واحد ربع دائرة. إذا هاد اللباس هذا كيتكون من نصف دائرة، ربع دائرة في الأمام وربع دائرة في الخلف. ممكن نديرو في دائرة، يعني نقسمو على 2 ضرب في 3.14، وممكن نديرو الأشكال الأخرى اللي درنا. إذا هنا كنتأكدو من العبار، نشوفو شحال عندنا هنايا، كنلقاو 43 اللي هي هاد العبار هذا مقسوم على جوج، يعني 86 مقسوم على جوج. هنا كناخدو الطولة اللي بغينا، هنا خديت 40، كنحاولو نشدو بزاف ديال النقط باش كتجينا الأسفل منظم، وباش كيجي حتى في الخدمة كيجي ساهل في التكفاف ديالو. هنا كنشد بحال الا بغيتو تخدمو بالبركار، اولا كتاخدو واحد الخيط كديرو فيه الطباشير من التحت، كتعبرو الطول الكلي، يعني غنقولو هنا 40 زائد ديك 27.5، كندوروها كاملة بحال الا خدمنا بحال الا خدمنا بالبركار. هنا غادي نجيو للتوب، غادي نحطو على جوج. هنا خليت واحد شويه في جهه التوب مسدود، لان ملي كنزيدو ديك سنتيم الفوق كتضيق عندنا الدائره. هنا فضلت انني تكون عندي خياطه واحده في الخلف، يعني غيجي كله دائري. نحاولوا غير نحددوا الوسط، يعني الوسط الامام، هنا غيجي الخلف، ونشدوا الجناب الخياطات ديال الجناب، باش ملي غادي نجيو نخيطوا حمالات الصدر كتجينا الخياطه منتظمه، ما كيجيش بلاصه فيها التكماش بزاف وبلاصه لا. هنا غادي نخلي فتحه صغيره في الخلف، وغادي نخيط على طول خلف. ممكن ديروا الطول اللي بغيتو، نحاول نكفف هذيك البلاصه تجيني نخدمها نفينيها. نحاولوا نصلحوا هذه البلاصه هذه. اذا انا غادي نجيبو دابا نخدمو، حددت الوسط ديال الامام، وهنا غادي نحدد الطريقه ديال يعني الخياطه ديال الجناب. وهنا غادي ندير المنطق ديال كيفاش كنخدمو لاستيك، يعني لاستيك ديال السروال. شنو كنديرو؟ كنجبدو لاستيك وكنخيطو في نفس الوقت، يعني كتجي عمليه شويه صعيبه. هنا يستحسن تاخذوا حمالات الصدر اللي عندها شي شبكه من الاسفل، يعني ما يجيش الحديده ولا تجي ديك البلاصه الله يدير، ما يمكنش تدوز وما كتجبدش. بحال هادو كيجيو مزيانين في الخدمه. يعني نفس الطريقه ديال خدمه لاستيك، كتحل ملي كتوقفوا حاولوا دائما تخليوا الابره مغروزه في الثوب، باش ما كيتحركش عندكم بلاصة ديال الخياطة. دائما كنحاول نتحقق من البلايص فين غادي تحطو، غادي تحط الحمالة ديال الصدر، باش ما تجيناش بلاصة فيها تكراش بلاصة لا.
ممكن تخدمو باليد هو الاول، عاد دوزو بالماكينه على حسب القدره ديالك باش تحكمي في الماكينه. دائما في الهنايا كنحاولوا نفيكسيو الخياطه وكنكفوا في الاخير الاسفل. هذا هو الشكل النهائي، نتمنى تكونوا خديتوا فكره على طريقه الخدمه ديالو. شكرا للمتابعه والى اللقاء في الجزء الثاني. بنوار كل شال.